يمكن اللي تابع معانا حفل افتتاح مهرجان العالمين هيلاحظ يعني الاختلاف والدقة في كل حاجة في الافتتاح في الحفلة. انه اتكلمنا قبل كده عن الشاشات وعن الجرافيكس اللي فيها، اتكلمنا عن الراقصين، اتكلمنا عن اداء المتميز لسواء الفنانة دينا الوديدي او اكيد طبعا الكينج يعني، واتكلمنا عن الملحن مصطفى الحلواني وانه ازاي خليفة دخل كل ده مع بعض وقدم لنا كده وجبة فنية ما فيهاش ولا غلطة، وكل حاجة كانت متاخدة في عين الاعتبار. في الحقيقة انه الشغل ده شغل ناس مهنية وعندها حرفية عالية جدا جدا زي ما احنا شايفين ومتابعين مع بعض دلوقتي. الراقصين كمان مش بس كلهم كده انسينك، لا كمان كلهم يعني لبسهم بيحسسك انه احنا بنتكلم عن حاجة، عن قضية واضحة جدا وهي القضية الفلسطينية. احنا النهاردة عايزين نركز على الجزء ده بالتحديد ونتكلم عنه لانه مش سهل، يعني التصميمات الجميلة دي اللي احنا شفناها في المهرجان والازياء الفلسطينية المميزة اللي ظهرت في الحفل، ازاي جت الافكار دي للمصممة الازياء وازاي عملتها في الدقة دي، وزي ما احنا يمكن اتكلموا كذا مرة وقالوا انه ده كان في وقت قصير جدا. هتكلمنا عن التفاصيل دي مروة عبد السميع مصممة ازياء حفل افتتاح مهرجان العالمين. يا مساء الخيرات عليك يا مروة. مساء الخير، ازيك عامله ايه؟ مروة يعني على فكره شغلانه الستايلز دي صعبه، مش سهله خالص انك يعني تولفي كده. انت اللي بتدي الموضوع كده معنى في الاخر، يعني بتعرفي الناس او المشاهدين او الناس بتتفرج على الستيج احنا بنتكلم على ايه؟ ايه القصه؟ ما اقدرش ان انا اغني اغنيه او اعبر بكل الحاجات الموجوده دي من غير ما يبقى في ازياء بتتناسب مع الموضوع والقضيه. احكي لي يا مروه اخترتي الازياء ازاي؟ لما عرضوا عليكي الفكره حسيتي بايه؟ مشاركتك في المهرجان عامله ازاي؟ بصي طبعا لما خليفه كلمني على الاغنيه اول حاجه انها اغنيه ديفا فلسطين وقد ايه دي اغنيه مهمه للشعب الفلسطيني، دايما بيشغلوها في كل المناسبات بتاعتهم، فكان لازم ان احنا نحس من الازياء انها زي فلسطيني وما تحسيش حاجه ثانيه، يعني كان لازم تبقى حاجه مرتبطه بيه. فمن هنا جه اختيارنا للزي الفلسطيني علشان يبقى أول حاجة عينك بتقع عليه إن ده لبسهم وزيهم التقليدي. يعني هل انت كمان كنت معنيه باختيار الـ يعني الازياء اللي كمان دينا الوديدي والفنانين ولا بس الراقصين؟ انا كنت شايفه ان اللون الابيض هيبقى لون بيمثل النقاء، لون بيمثل السلام، فكان لون ليه معنى حلو ان هو يبقى فيهم هما الاثنين مع الاستعراض. فعشان كده من هنا يعني ده السبب ان انا اخترت اللون الابيض ليهم هما الاثنين. طب مروه بعد النجاح الكبير بقى يعني كل الناس اتكلمت عن الافتتاح والصورة الجميلة اللي احنا شايفينها دلوقتي دي وقدرنا ان احنا يعني دايما يقولك ايه لما تبدأ حاجة بداية قوية اعرف الحاجة دي مكملة بطريقة قوية، فطالما الحفلة كانت ناجحة جدا جدا والأصداء كانت إيجابية جدا جدا عنها، احكي لنا كده انت احساسك عامل ايه دلوقتي؟ بصي طبعا مبسوطة قوي 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 ان الناس اتكلمت عن الموضوع، الناس اتأثرت برضو عاطفيا بان احنا اغنيه للشعب الفلسطيني، فدي حاجه بسيطه جدا ان احنا نقدمها. ده مهرجان فيه فن وفيه بتتعمل، فان احنا نبداه بحاجه لفه بسيطه كده جدا للشعب الفلسطيني دي كانت حاجه يعني كلنا حاسين ان احنا بنعمل حاجه عظيمه حتى لو هي تعتبر حاجه بسيطه قوي بالنسبه لهم، بس كفايه ان احنا بنعمل لهم حاجه في يوم زي ده. حقيقة مروة بنشكرك على طبعا الصورة اللي في الآخر طلعت لنا بشكل جميل قوي قوي وشكل مشرف جدا وحاجة تليق بمهرجان عالمي بالفعل. بنشكرك مروة عبد السميع مصممة أزياء حفل افتتاح مهرجان العالمين.
زي ما اتكلمنا انه في فعاليات مختلفه كتيره جدا جدا في المهرجان، فخلونا دلوقتي يعني نشوف فعاليه مختلفه، لكن هنسمع جزء كده الاول من حفل الافتتاح لمهرجان العالمين، ونرجع من بعده ونكمل كلام ونشوف الفعاليات المختلفه في المهرجان عامله ازاي.